السلام عليكم، معكم صفاء ابو نجاح يوتيوبر مغربي. كنشكر اشواق للاستضافه تاعي عندها. مهم المشكل تاعي كيف ما انكم شفتوا في مواقع التواصل الاجتماعي، انني على الفتاه اللي سحرت ليا واللي دارت بزاف الحوايج اللي باش انها طيحني وطيحني في الفخ. وانني فاش درت داك الانترفيو مع واحد الصحافه، مهم وصلني التهديد من عندها انها كتقول لي بلي والله العظيم تجبد سميتي، تا غادا نلوح تصاورك، تا غادا ندير، تا غنفعل تنترك. المشكله خويا اللي وقع انني كنت معاه في واحد العلاقه، وانها تعرفت عليها وهي باقا صغيره، وانا كنت باقي صغير في هذاك الوقت، ولكن كانت الام تاعها كانت عندها مع السحر والشعوذه، كتهددني كتقول لي بلي الا جبتي سميتي والا قلتي لهم شي حاجه ولا لحتي لهم شي حاجه راه غادا نلوح تصاورك، ولا غادا عاوتاني ندير لك شي حاجه اللي غتندم عليها حياتك كامله. التصاور اخويا اش نقول لك، التصاور اللي كنت كنتصورو انا وياها، وما عرفت تصاور شبه بينه وبين وقيله شفت شو سمعتي، ولا انها حيت هي عندها خوها بزاف كيعرف فوتوشوب بزاف الحوايج، اي حاجه توقع من هذيك السيده، ان كاع الشباب ما يطيحوش في نفس المشكل اللي طاحت فيه. وكنشكر الاشواق، وكنشكر المطعم شام باشا اللي انا قدم لي بزاف الحوايج. هاد الدري اخويا تعرفت عليه في اطار القرايه تاعي، انني كنت كنقرا في سطات، وكان اننا اول عام لينا في لافاك بجوجنا، وتعرفت انا وياه، وكانت هي واحد الدريه اللي كاع ما قريب كاع ما كتقرب من الدريات، وكانت كاع ما كتحملهم وما عندهاش معهم. هذا ما كان اخويا، بالعكس ما عمري ما حقت على البنات، حيت كيقول لك كاين واحد المثل ان كاين طوب وحجر، وانا مهما كاين ان البنت الخايبه ولا البنت الخايب البنت الزوينه، انا ضروري غادي تلقى ديما المشاكل. ما عمري كان وقع لي واحد المشكل تاع اساس ان الدريه دعاتني انها قالت لك اغتصبتها، وكاع ما اغتصبتها ونفس المشكل تقريبا بحال بحال. دوس معاه 4 سنين اخويا وانا وياه في علاقه، ما عمري ما شكيت بلي انها شي نهار غادا تدير لي شي حاجه، الا صاحبتها هي اللي فضحتها، وانا بينات لي بزاف الحوايج اسرار عليها. الناس اللي كيعرفوا في داك الشيء واللي كي مقربين من الله، انا معرفوا بلي السحر، وفي الاول كانوا كيقول لي بلي راه ضاربك غير العين، وان عندك غير واحد مهم شي حاجه اللي تافه، انني مابقيتش كنحمل ان نتنط القران وبزاف الحوايج. مشيت عند الراقي، ولانه ضحك عليا وتفلى عليا، وانه لقيتو كي غير باغي يكذب وباغي ينصاب، ومشيت عند فوقه ومشيت عند بزاف الحوايج، والو شرب هذا الماء، دير هذا الماء، سير عوم بحر في هذا الوقت، سير دير هادي. بالعكس انا كنت كنامن بهذا الشيء، كاع ما نلوح لي فيديو على السحر واني نبين لهم بلي هذاك الشيء غير تفاهه. اللي غنقول لهم بلي ما طيحوش في المشكل اللي طحت فيه انا، وانهم خاصهم الا بغيتي تختار شي وحده اختارها عند جدار ويكون عندها الاصل، حيت الاصل هو كل شيء. الله يهديكم، وراه كاينين بعض الدراري راه اللي كيهبلوا، وكاين بزاف د الحوايج، ونحمد الله ونشكره انني ما طحتش في هذا المشكل، وكنشكر اي واحد وقف معايا فاش انني صحيت وانني وليت في حاله جيده. طبعا انني دابا راه في علاقه ومع واحد من الناس اللي في شكل، وانني ناوي معاه الحلال ومعود لها كل شيء، وانها وافقت على اي حاجه. لا بالعكس، وانني كنعاود ليها باش انني نصفي نيتي، وباش انها كاع ما تقول باللي بحال الدراري كيف ما كيقولوا باللي راه ما عمري ما جربت ولا ما عمري ما درت شي حاجه، انني معها بواحد الثقه، ونتمنى من الله انه يجيبنا في الصواب. الصراحه اخويا نقدر نقول لك نقدر نقول لك ما عرفت، ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال، وانما نقدر اخويا اي دري ولا اي بنت راه كيدير بزاف د الحوايج كيف ما اي واحد راه كيدير، ماشي غير انا ولا شي حاجه، ولكن ماشي داكشي اللي كتعرف انت ولا شي حاجه. بالعكس كانت كتسولني بعض المرات على الام تاعي، على الاب تاعي، على التصاور تاعي، بزاف د الحوايج. وكان عندها واحد التصويره تاعي اللي لحتها ليا صاحبتها، انها فيها خطوطه وفيها بزاف د الحوايج اللي كتبين انها سحرات ليا. كان كلشي عارفه تقريبا، راه كنت لايح تصاورين ويا في لي ريزو سوسيو تقريبا كاملين.
الدراري بقاو كيقول لك راه اي واحد كيدير النيه هادشي اللي كيطرى ليه مصطفى، وانت اصلا تتمنك الخطا. علاش؟ حيت انت اللي تقتي وانت اللي مشيتي في هاد الطريق. الرساله الاخيره اللي هي لكاع الشباب وكاع البنات، انهم يثقوا في واحد وانهم يديروا توكلهم في الله ويكون عندهم ايمانهم قوي بالله، وانهم يطيحوش في ذوك المشاكل اللي طاح فيها طحت فيها انا ولا طاحوا فيها بزاف الشباب. وكيف ما شفتوا واحد الحاله تاع واحد الشخص اللي كان انه كان سحروا ليه وتو راه مسكين راه كيدور في الزنقه بحال الهبيل. المهم نتمنى ان شي واحد ما يطيح في هذه المشاكل. استفدت حاجه واحده اخويا من هذا الخطا، هو انني من الى درت شي علاقه ما نعاودش كل شيء، وانا ما نعاود كل شيء في اي حاجه. في كلتا الحالتين نعرف شنو نقول وشنو ما نقولش، ونعرف راسي الخطوه اللي غنحطها خاصني نحطها صحيحه. غنقول خطا مني انا ماشي من البنت، حيت انا اللي درت فيك ماشي هي. دونك جوج اخطاء نطيح فيهم راه ماشي بنادم انا. كيف ما كتشوف ان كاينين الازواج وكيسحروا لهم عيالاتهم، وان المراه كتخون راجلها ولا الراجل كيخون المراه، الخطا ماشي في خاص يكون واحد الانسجام. هادشي غيكون عندها المشاكل مع والدها باش انها دارت لي انا هكا، وهذا هو نظريتي انا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.